يوميات وجد وحسن. أنتم تستمعون إلى يوميات وجد وحسن، هذه الدراما الإذاعية من إنتاج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، البرنامج الإقليمي رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين، بدعم من حكومة السويد. الآراء المعبر عنها في هذا الإنتاج هي آراء الأشخاص الذين أعدوا الحوار والشخصيات الدرامية، ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر وآراء حكومة السويد أو هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو الأمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها. يوميات وجد وحسن، الحلقة الخامسة. حسن، لا لسه ما توقف، خلينا نكمل اغنيتي المفضله، خلينا نكمل مشي. ايه مش متحمسه تجيب الغساله يا وجد؟ لحظه، شو حكيت يا سعاده المحامي؟ متحمسه؟ قصدك متحمسه نجيب الغساله اذا متذكر الغسيل على اللي فاضي فينا، صح؟ خلص بمزح. هاي كوميديا سوداء يا حسن، متخيل حتى المزح بهذا الموضوع بيعكس سنين طويله من قولبه المراه في الغساله والثلاجه. شايف حتى مزحنا بياكل حق الناس. وعلى سيرة المزح والكوميديا السوداء، احضرت الفيديو اللي بعتلك إياه على الواتس؟ لا ما حضرته، عن شو كان؟ تجربة اجتماعية يا عزيزتي، سيدة بتتعرض للضرب من زوجها بالشارع وبدهم يقيسوا ردة فعل الناس، ومين حيتدخل؟ بتعرفي؟ وفي نص السوق محدش يتدخل. جد متفاجئ، من وإحنا صغار وهم حكين إن البيوت أسرار ومحدش يتدخل في حياة الناس، يعني صارت ثقافة عامة هذا الموضوع. وجد، أنت شو رأيك في الموضوع؟ قبل رأي العيلة والناس؟ أنا رح أتدخل، وكمان بحب لو الكل يتدخل. تصوير العنف مش شطارة، الشطارة والضرورة هو وقف هذا العنف. ليش صار ضرورة؟ لأنه أرقام القتل اللي بتزيد كل سنة بتخوف، والمشكلة كمان أنه في كتير حالات إنكار. العنف الأسري بيزيد في المجتمع وبتم الاستخفاف بكل المعاناة والويلات اللي بتواجهها آلاف النساء في كافة الأصعدة. ومش عارف يا وجد لمصلحة مين إنكار الألم والمعاناة والنتائج الكارثية الناجمة عن العنف، سواء على صعيد الضحايا أو الأسر أو المجتمع بأسره. المشكلة يا حسن في الرافضين للقانون، وهم بيعرفوا كتير منيح أنه عنا كل أشكال العنف، والعنف كمان ممكن يكون مركب، يعني زي زواج مبكر ومعه عنف جسدي، وممكن توصل للقتل وتدمير لحياة السيدات والفتيات ليل نهار في ظل صمت كبير وتواطؤ خسيس. أحيانا بكون من قبل الأهل للأسف، ومن قبل الأقارب السكتين اللي بيشوفوها حردانة وبتتهدد مرة والتانية والتالتة والرابعة، وبالآخر بتركوها ترجع نفس البيت ونفس المعنف. إحنا بنشوف قتل أجداد عشان ما في عقاب للقتل القدام، بس كيف بالإمكان يا وجد نقنع الناس إنه القانون هدفه الحفاظ على الأسرة وروابطها، حماية أفراد الأسرة من العنف، محاسبة الجناة، إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم في المجتمع من خلال سياسات وطنية تحت رقابة الحكومة والمؤسسات؟ طيب والناس لازمها قانون عشان تعمل الصح؟ ما هو يا حسن بس لو خلتني أكمل، أصبر شوي. الناس مش قادرة تتدخل، تعديل القانون رح يعطي حق الإبلاغ للكل. يعني لو متذكر صاحبتنا رنين اللي انقتلت، في حال وجود القانون مكالمة واحدة منك كانت هتخلي الشرطة تتدخل، بينما القانون الحالي بيحكي إنه اللي بيقدم الشكوى هو ولي الأمر أو قرابة درجة أولى فقط. ناس كتير بتصور، ناس صوروا أحلام وصوروا إسراء بس ما تدخل. يمكن لو منعوا العنف كان أنقذوا البنتين وعشرات غيرهم. وكمان بيحكي القانون عن إسقاط الحق الشخصي والحالات اللي بيسمح فيها هذا الحق، لأنه يمنع إسقاط الحق الشخصي إذا كانت الضحية أقل من 18 سنة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من كبار السن. بس أنا ما فهمت يا حسن، قانون بيحمي الكل وبيوقف القاتل قبل الجريمة وبيعاقبه أشد عقاب، ليش ممكن الناس ترفضه؟ عشان في ناس يا وجد لسه بتضرب وشاف الترباية بالسطو وبالضرب، وعشان في منتفعين بدهم يضل في توتر في مسائل وقضايا النساء، وفي ناس بدون ما تشوف ولا تقرأ بتحكي عنه. والقانون ما بيعمل إشي غير أنه يعطي الحق لكل حدا بيشهد على جريمة عنف أنه يشتكي. القانون راح ينظم العقوبات اللي يجب توجيهها لمرتكبي جرائم العنف، راح يوقف الأب والأخ والأم، أي حدا يعتدي على أي فرد سواء طفل أو امرأة أو كبير في السن. طيب مدام القانون بيوقف جرائم القتل، ليش في دول فيها قانون حماية الأسرة بس لسه فيها قتل؟ زي الأردن مثلاً. قانون حماية الأسرة مش لحاله،
قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بكملوه، ووجود ثغرة في أي واحد منهم ببطئ سير العملية، بعطلها، مع أنه وجود القانون حمى سيدات كتير من الضرر. بس كمان لازم يكون في إرادة شعبية، المجتمع نفسه بكل الأطياف لازم يطالب بتوقيع عقوبات وحماية النساء. ليش؟ هو في أحزاب إسلامية أو متشددين بيرفضوه؟ هو بيعارض الشريعة الإسلامية إشي؟ قانون حماية الأسرة بينبثق من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان بتضمن كرامة الإنسان، والدين وجوهره عمرهم ما حرموا كرامة الإنسان وحماية المرأة يا وجد. المشكلة يا حسن، الأرقام بتخوف وبتزيد. السنة اللي فاتت لحالها كان في 16 حالة قتل للنساء، والسنة يمكن الرقم صار 30. كل هذا بسبب العنف الأسري. يمكن هالقانون رح يوقف عجلة القتل. كلنا يا وجد عنا دور، وهذا ما لازم يكون عبء للمؤسسات النسوية، هذا عبء لكل المجتمع، لكل الرجال اللي في الوطن. والحكومة أتمنى ما تتراجع عن موقفها التقدمي اتجاه القانون وما تخضع لأي ابتزاز. علشان هيك كلنا لازم نوقف معها، كلنا. وصلنا، بالك راح يقبل بالتقسيط؟ إذا لا، مر عليك الغسيل ومر علي وبلا من هالغسالة. ولا يمكن. كنتم تستمعون إلى يوميات وجد وحسن. ظلي حرة مثل مهرة بدون الجاف، لا مش عورة، صوتك ثورة في الكلام.